ومن هذه العقوبات أيها الإخوة الكرام الكذبة الشنيعة التي تبلغ الآفاق. هو نتعيش سخار رقم. ففي حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أجاب الملكان عن العقوبة، عقوبة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يشرشر ويمزق شدقه وعينه ومنخاره إلى الخلف. يفن النبي صلى الله عليه وسلم الجن كسين ديجن الكلو بجن شنو ندي تيرن إكزان كسو يوضع في شدقه سروس ناس صغار الجانب وينشيش جار ناس في الطوين، كذلك المنخار نزان، كذلك في الطوين. جيت نفوس جيت نزرمو استقصى النبي صلى الله عليه وسلم من يقواني تاغر ميه تعدى من قعمو. فقال الملك إنه الرجل الذي يغدو من بيته، يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. إقادي جو خارق إسخارق خيوذن أخارق النيل يتناقله الناس يجني السكوذي في النغني انتجت السبب. فلينتبه من يكذب الآن في وسائل الإعلام، سراني وذاني الإعلام أخبار كاذبة، شبكة الإنترنت نهارا شحر نوذان نشان الأخبار، وهذه الأخبار لا يتثبتون لا يتحققون منها. ليس انتهاك الأعراض نوذان، ليس الإساءة يوذان، ظلم للناس. يقارش نشقي مسرق، لا يجوز أن تنشر كل ما تسمعه حتى تتثبت وتتحرى. فكل من يكذب وينشر الأكاذيب ذي الوسائل فتبلغ الناس الآفاق فهذا عقابه بعد موته في قبره. أقموا من نزيت غين الشار الكذيب الني ذو الني غي مزق الملك ذو قنظر أذي قيمة مني إلى أن تقوم الساعة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم يجن تحذير شديد بليغ من أن نكون من الكذابين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أن الإنسان يمارس الكذب يتعيش كل نهار عشرات الأكاذيب إن شارف أنت جاري وذن أرغي وغيش الدرجة يتريس من صغاسي ضرب الصحيفة فلان الكذاب معروف بالكذب، وكأن صفة الكذب صارت لسيقة به. نعوذ بالله من ذلك.